أخذ التطعيم سعد البحرين عشان نقلل من حالات الكورونا. ويعني أنصحهم أنهم يسوون التطعيم عشان يكونون بأمان. أخذت التطعيم كأنه ما تعور لبراء عادي. بعد إعلان وزارة الصحة عن إتاحة التطعيم لعمر من 5 سنوات وأكثر، اليوم إحنا متواجدين في أحد مراكز التطعيم عشان نشوف أقبال الناس والأطفال وناخذ آرائهم عن هذه الخطوة. ليش إحنا نطعم ضد فيروس كورونا؟ ليش إحنا نأخذ التطعيم؟ عشان نحمي نفسنا من الأمراض وما يصيرنا كورونا ونحمي بلدنا بحرين. والله زين، شنو تنصحين الناس اللي ما أخذوا التطعيم؟ أنصحهم أن يسووا تطعيم عشان البحرين تكون في أمان، ويعني عادي أن إحنا نطلع ونروح أماكن إحنا نحبها، لأن الحين إحنا محرومين من الأماكن اللي إحنا نحبها من السفر والأشياء. متواجدين في مركز التطعيم ليش؟ عشان نطق الفاكسين ونصير أحسن، وعشان لو سمح الله صادنا كورونا يقل علينا الألم. عشان تساعد وطننا وتروح الكورونا، لأن صار لنا أكثر من سنة. شنو تنصحين الناس اللي ما أخذوا التطعيم؟ أن يأخذون التطعيم ويساعدونا عشان الكورونا تروح. عشان نحمي حالنا من الكورونا. صح. من بعد من الأمراض الثانية بعد. صح. نصحهم أن يأخذون التطعيم لأنه يفيد وايد، بعد يعني يعطي الإنسان مناعة ويبعد عن الكورونا يعني. يعني كان تطعيم عادي ونحمي من كورونا بسبب إني أخذت التطعيم.